نعطيك فكره على شنو الحكايه. هذه المواطنين باش يجيو ويقروا شنو المشاريع نتاع الكياسات والضوء اللي يحبوهم العام الجاي يتعملوا في الشارع. لأول مرة في تاريخ بلدية صفاقس، اليوم المواطن هو اللي قرر كيفية صرف ميزانية البلدية فيما يخص الطرقات والأرصفة والتنمير العموم. كيفاش؟ احضر في منتدى الميزانية التشاركية إذا تسكن ولا يهمك أمر منطقة صفاقس المدينة باش تقترح وتختار مشاريع الطرقات والأرصفة والتنمير العمومي في حومك. احنا بلدية صفاقس انخرطت في إطار معناها الميزانية التشاركية. القيمة من ميزانية البلدية باش تكون موضوع على ذمة المواطنين اللي هم باش يقرروا، مواطنين المنطقة البلدية باش يقرروا شنو المشروع اللي يحبوه ينجز خلال سنة 2016. دونك فما دخول دخلات، المداخلة هذه على المالية والمداخلة عارفين هذا الشعبوني يا رايي.